الحمد لله فريد الذات، الحمد لله رفيع الدرجات، الحمد لله جامع الكمالات، الحمد لله كامل الصفات، الحمد لله المتعالي عن الإدراكات. اللهم صل وسلم وبارك على محمد سيد الكائنات. اللهم صل وسلم وبارك على محمد أفضل المخلوقات. اللهم صل وسلم وبارك على من أنزلت على قلبه القرآن معجزة المعجزات. اللهم صل وسلم وبارك على من أنزلت على قلبه المطهر القرآن معجزة المعجزات. اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته، واجمعنا تحت لوائه، وأوردنا حوضه، وارزقنا شفاعته، وارزقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا من الذين إذا أساءوا استغفروا، وإذا ذكروا ذكروا وتبصروا، وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم ارزقنا عينين هطالتين بالدموع من خشيتك، واغسل بهذه العبرات أدران قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا، وأصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، وأخرج الشيطان من بيننا. اللهم اصرف عنا كيد الشيطان، إن كيده كان ضعيفا. اللهم اصرف عنا وساوس الشيطان. اللهم قنا شر الإنس والجان. اللهم اخلع علينا خلع الرضوان. اللهم هب لنا حقيقة الإيمان. اللهم إنا نسألك نفوسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء، ولأسقامنا دواء، ولأبصارنا جلاء، ولذنوبنا ممحصا، ومن النار مخلصا. اللهم اجعلنا ممن حفظ للقرآن حرمته لما حفظوه،
وتأدبوا بآدابه لما علموه وأرادوا بتلاوته وجهك الكريم والدار الآخرة فقبلت منهم وأورثتهم المنازل الفاخرة اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده لا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده وجعلنا لأوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين ولك في جميع أوقاتنا ذاكرين وإليك في جميع أمورنا راجعين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين يا ذا الفضل والإحسان يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإحسان اللهم أعتق رقابنا من النار واجعلنا من عبادك المقبولين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.